تمارين رياضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض كبار السن أو بعض الناس أصحاب الوزن العالي قد يعانوا من آلام في الركبتين أو إجهاد وضعف في عضلات الأفخاذ. بنوريكم في هذه الحلقة بعض التمارين اللي تساعدنا في تقوية عضلات الفخذ وعضلات الركبة بحيث أنهم يتخلصوا من هذه الآلام ويقووا العضلات حقة الفخذ والركبتين. في التمرين الأول نرفع القدم للأعلى ثم نرفع الرجل للأعلى وهي مستقيمة بشكل بطيء، ننزل على أسفل أيضا بشكل بطيء. في التمرين الثاني نرفع مشط القدم للأعلى ونحرك القدم بشكل رقم 7، رفعة جانبية لليمين، رفعة جانبية لليسار. طبعا الرفعة تكون على شكل 7، رقم 7 بالعربي بالشكل هذا. نرفع بسرعة بطيئة، ننزل بسرعة بطيئة. في التمرين الثالث أيضا يكون مشط القدم مرفوع للأعلى، نرفع الرجل اللي نبغى نمرنها بشكل بسيط عن الأرض، بعدها ندخل للداخل ونطلع للخارج ونريح. نكررها أيضا، ندخل للداخل نطلع للخارج ونريح. التمرين الرابع نثني الركبة للأعلى بهذا الشكل ونوصلها لأكبر مسافة ممكنة من الجسم، بعدها نرجع نفردها مرة ثانية ونعيدها. نرفع للأعلى ثم ندف للأسفل. آخر تمرينين هنستخدم فيهم المخدة. نحط المخدة بالشكل هذا تحت الركبة، نضغط بالشكل هذا ونعد إلى 3، 1 2 3 ونريح. نضغط عد لين 3، 1 2 3 ونريح. في التمرين الأخير هنحط المخدة بالشكل هذا بين الركبتين، نضغط الآن بالركبتين على المخدة، نعد إلى 3، 1 2 3 ونريح، 1 2 3 ونريح، 1 2 3 ونريح. طبعا جميع التمارين هتكون 10 عدات على 3 جولات، وهذه هي التمارين تساعدنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل في تقوية عضلات الركبة وعضلات الفخذ. نراكم بإذن الله في حلقات مقبلة. تمارين رياضية.